لنقل النفط في سوريا. أيضا تلقي المحاضرة الدكتورة المهندسة ميساء شاش، وهي أستاذة في علم المواد في الكلية التطبيقية في جامعة علم المواد التطبيقية من جامعة جوزيف فوريه من فرنسا، عميدة سابقة في كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس، وهي أستاذة في كلية الهندسة الطبية في جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية. فليتفضلوا مشكورين لإلقاء المحاضرة. أنا فيني بحكي ما بين عملت انستليشن. ماشي، يعطيك العافية وشكرا جزيلا. طبعا بعد ترحيب بالجميع بدي أنا أعطي مقدمة أو فكرة البحث اللي نحن اشتغلناه ضمن إطار التشبيك حقيقة بين العلوم الهندسة الطبية و علوم الهندسة الطبية والعلوم المواد التطبيقية. وكانت بداية البحث حقيقة معتمدة على بعض الدراسات السريرية. والاستشارية اللي كانوا دائما يشكوا ضمن مجال العمود الفقري إلى التهتك أو الاهتراء اللي عم بيصير بنواة العمود الفقري، ودائما سؤالهم أنتوا بالهندسة عندكم حل لهيك مشاكل؟ فبالتشبيك بين قسم المواد العلوم الهندسة الطبية والمواد التطبيقية رحنا باتجاه إجراء نمذجي رقمي لنموذج لقرص بديل. طبعا مكون القرص البديل من صفيحتين، الصفائح كوبالت كروم والبيديوم، وهيدا متوافق مع الدراسات، مع نواة بولي إيتيلين عالي الكثافة. تم اختبار هذا النموذج طبعا بشكل رقمي من خلال تحليل الإجهادات التي تحاكي الحالة الحيوية ضمن هالمجال، المحاكاة للحالة الحيوية. وال رح اسمح او رح زميلي الدكتور ايهان يحكي تماما كيف تم صياغه تحديد الاجهادات والتثبيت او الاختيار الامثل لعمليه النمذجي باستخدام رح اعطي مقدمه للبحث اللي كانت حقيقه بمثابه تحدي لنا ان نحن نقدر نوصل على ماده تحاكي السلوك القرص الطبيعي. هلا نحن ما رح نقول وصلنا لهيدي المادي، بس رح تشوفوا بعد شوي انه وصلنا الى دراسه، وصلت هالدراسه الى نتائج تحاكي الدراسات المرجعيه، وكانت بالنسبه لنا تحدي كثير جيد. هلا رح الدكتور ايهم رح يتفضل مشكورا يعطي فكره عن الاجهادات وكيفيه التحليل والاعتماد على تثبيت الاجهادات للقرص لاجراء التحليل النمذجي الممكن تتابع فيه المهندسي كاترين. شرفت. شكرا دكتورة، يعطيكم العافية. شكرا دكتور مصطفى ودكتورة ليلى على التقديم. بشكر جامعة دمشق على إتاحة الفرصة لعرض هالبحث بعنوان 3D Numerical Design and Testing of Personalized Intervertebral Disc Prostheses. حاولنا بهالبحث هذا أنه حقيقة نبتعد شوي عن الشيء التقليدي ونقرب على الجراحة العصبية. ما عندنا مواد كتير، فحاولنا نقترب لنطور نمذجة رقمية وطرق خاصة بتساعد جراحين العصبية لاختيار الأقراص الفقرية المناسبة. طبعا البحث بدايته من شيء اسمه degenerative disc disease، اللي هو الأمراض الخاصة باهتراء الأقراص الفقرية. بنشوفه نحن بهالشكل هذا. بالحالة العامة الأقراص الفقرية بالحالة الطبيعية بتأدي لنا دور كتير مهم وأساسي في تحقيق التوازن ونقل الحمولة من الطرفين السفليين نحو الجسم، وأعطاء حقيقة العمود الفقري الرونق تبعه والتناسق تبعه. بس ببعض الحالات سواء على المستويات القطنية والحرقفية والظهرية والرقبية بتخضع لبعض الانحلالات وبعض الاهتراءات اللي بيكون بهالحالة بحاجة لاستبدال. طبعا حكينا بالبداية عن الحمولات اللي بيتعرض لها العمود الفقري، سواء الحمولة الضاغطة والحمولة القص والحمولة العزوم اللي بيتعرض لها أثناء تنفيذ الأكتيفيتي الخاصة فيه. وهون حاولنا بهالبحث نشير على نقطة هامة جدا
بموضوع الستريس شيلدينج أو تحجيب الإجهاد، وهي نقطة هامة جدا أثناء اختيار نوعية المادة اللي بيتكون منها القرص الفقري. هل حنستخدم على سبيل المثال معدن التيتانيوم؟ هل حنستخدم الكوبالت كروم؟ هل حنستخدم البولي إيتيلين؟ حقيقة مثل ما منعرف بمفصل الورك، اختيار نوعية المادة بيأثر بشكل كتير كبير على امتصاص العظم المحيط ضمن الفقرة. لذلك كان ما فينا نحن نجرب على المريض مباشرة، بحاجة جدا إلى بناء نموذج، وأيضا هون منقول نموذج personalized خاص بالمريض. ما فيني أطبق أنا نموذج مريض على مريض آخر. رح أعرج شوي هيك لحتى بين الأهمية تبع التداخل الجراحي. هنا في فيديو. Artificial disc replacement. ما في مشكلة مشان إذا الوقت نمشي على التسلسل. مثل ما شايفين نحن طبعا هون استبدال نحن الأقراص الفقرية. إذا بس يوطي الصوت طبعا الفيديو. نحن The surgeon makes an incision in your abdomen and clears a path to your spine. إذا فينا نوقف شوي. نلغي والله كله. بس يعيدوا هلا يعيدوا. مثل ما شايفين نحن طبعا توضع المشكلة ضمن استبدال القرص الفقري الطبيعي، وهو مثل ما حكينا له علاقة باستبدال القرص بالمنطقة L3-L4، المنطقة القطنية. وهون مثل ما حكينا هو قرص مخصص للمريض مبني على الصور الشعاعية، سواء منها البسيطة وبعدها منساوي صورة مقطعية، لحتى نحن هالقرص هذا يتم تصميمه واستبداله. هذا القرص نحن المتعرض للأوستيوليزيز، نحن الانحلال العظمي، ونحن منحط القرص اللي له عدة تصاميم نحن تعرضنا له ضمن المشروع البحث، عبارة عن طبقتين من المعدن ومحيطين بنواة من المادة البوليميرية البولي إيتيلين. وبالتالي مثل ما حكينا نحن التسلسل المنهجي للعمل هو بدءا من السي تي سكان. نحن بنبني النموذج البيئة اللي رح تستقبل هالقرص هذا، بعدين منساوي تصميم للأقراص الفقرية، بعدين منطبق الموديل نحن اللي رح نخضع هالأقراص للحمولات الخاصة بالعمل. بدي أحكي طبعاً عدة أنواع من الأقراص نحن موجودة، لا سيما هلأ أكثر قرصين مستخدمين هن قرص بروديسك إل، أو بسموه هذا النموذج المقيد مع النواة المثبتة،
والنموذج نحن الشاريتي هذا اللي بيسموه نموذج نصف المقيد، وحقيقة هالتصميم نحن بيضمن نحن شيء اسمه الأوستيو انتجريشن أو الاندماج العظمي مع البيئة المستقبلة. نحن أخذنا من الأدب الطبي كله الأكثر تصميمين المستخدمين بالإضافة لقرص المافيريك والLTD ريسب، هدول النماذج اللي جراحي العصبية بلشوا يستخدموهم بشكل أقل. فرح نحكي شوي على الماتيريال ميثود. نحن كان عندي سامبل هي عبارة عن شخص طبيعي ذكر عمره 38 سنة، عنده الحالة مثل ما قلنا الـ 3D هي degenerative disc بالمنسوب L3 و L4. أخذنا CT ومنهم بنينا القرص، ومثل ما حكينا لطلابنا تبع التصميم الرقمي استخدمنا السوليد ووركس لتصميم الأقراص الفقرية، وبرنامج أيضا تحليلي برنامج الأنسس اللي هلأ منشوف منستفيد نحن من المحاضرات اللي انعطيت سواء امبارح سواء دكتورة عبير قبل شوي اللي استخدمت نفس المنهجية بمجال طب الأسنان والتقييم تبع استجابة الحشوات. رح أترك الحكي لمهندسة كاترين تحكي أكثر على النموذج البيئة المحيطة المستقبلة للقرص وعن تصميم القرص، لحتى أرجع أنهي أنا ببعض الملاحظات. يعطيكم العافية جميعا. مثل ما تفضل الدكتور أيهم وأساتذتي الدكتورة ميساء حكوا، هلا رح استكمل معكم. نحن بناء عملية بناء القرص، عملية بناء البيئة الحيوية الطبيعية اللي هي بتمثل البيئة الحيوية اللي رح ندمج فيها القرص البديل. في البداية قمنا أولا في تحديد منطقة القرص الطبيعي اللي هي مكونة من نواة لبية. النواة اللبية بتحيط فيها 6 طبقات من الحلقة اللي فيها المرينة، طبعا عن طريق برنامج سوليد ووركس. ايضا تم تقسيم كل منطقه من مناطق الفقرات الثالثه والرابعه الى مناطق عظم الاسفنجي والعظم القشري والعظم الخلفي والنهايات اللوحيه العلويه والسفليه. بعد تم بعد ذلك بناء النموذج، ادراج الاربطه في المناطق التشريحيه الموافقه في المستويات التشريحيه. ايضا تم ايضا تصدير هذا النموذج الى برنامج انسس من اجل اجراء عمليه التحليل. يمكن أيضاً هنا ننوه لشغل إنه عملية إدراج الماش أو إنشاء الشبكة الحجمية للقرص، تم إنشاء الشبكة الحجمية لكافة المكونات وفق الدراسات السابقة، إلا أنه بدي نوه إنه منطقة القرص الطبيعي تم إدراج الشبكة الحجمية للحلقة اللي فيه للقرص عن طريق تقنية العناصر المختلطة. نقوم أولاً بإنشائها عن طريق عناصر رباعية ثم عن طريق عناصر ثلاثية تسمح بإنشاء عناصر مركبة تسمح بإنشاء الحمولات الانتقالية عن طريق الجسائم المعتمدة على الاتجاه. تم تطبيقها بزاوية 30 درجة وهذا أكثر تطبيق موافق للحالة الطبيعية لمحاكاة ألياف الحلقة اللي فيه للقرص الطبيعي. في نموذج القرص البديل التي تم استخدامه، تم اخترنا نوعين من النماذج المعتمدة من قبل إدارة الأغذية والدواء اللي هو التصميم بروديسك ال والتصميم شريتي. النواة النهايات اللوحية نذكر أنها مصنوعة من سبائك كوبالت كروم وليبيدينيوم والنواة من البولي أوتيلين فائق الوزن الجزيئي. تم تصميمها وفق الأبعاد الملائمة للموقع في الفقرة الثالثة والرابعة. النموذج بعد اللي هي محاكاة للتطبيق الإجرائي لذراعة هذه الأقراص، قمنا في البداية استئصال القرص الطبيعي بالكامل كما يستخدم الجراحون عملية يستأصلون الجزء الكامل من القرص ثم يدرجون القرص البديل. تم أيضا إنشاء أخاديد في أعلى وأسفل الفقرة الثالثة والرابعة لإنشاء لإدراج القرص البديل. تمت إزالة أيضا الأربطة الطولية الأمامية والخلفية بشكل كامل. كما في القرص أيضا شريتي تم إزالة الأسنان لسهولة تطبيق الزرع وتبسيط المحاكاة. في الشروط الحدية طبعا قمنا بعملية بإجراء تحليل للتحقق من صحة النموذج، وذلك بتطبيق تحميل ضغط مقداره 1000 نيوتن لمحاكاة إجراء دراسية سابقة. أيضا مع تثبيت السطح السفلي للفقرة الرابعة بالكامل. أيضا قمنا بإجراء أيضا اختبار ديناميكي للحركة بتطبيق
حمولي ضغط 500 نيوتن، ولكن مع تطبيق عزم مقداره 7.5 نيوتن متر، وذلك لمحاكاة حركات الانقباض والانبساط الدوران المحوري والسني الجانبي. خصائص المواد تم اعتبارها في هذه الحالة مرنة خطية ومتجانسة. في نتائج دراسة التحقق من النموذج، تمت مقارنة مواقع قيم الانفعالات الأولية في المواقع العظم القشري والنهايات اللوحية في النموذج المختبر لدينا مع دراسة سابقة وجود، ثم توصلنا إلى تطابق بين نتائجنا والنتائج السابقة في الحالة المثلى بدرجة كبيرة، وفي العموم كانت ضمن هذا المدى المذكور الأعلى والأسفل. أيضا لدينا القرص الطبيعي، توصلنا إلى قيمة الضغط داخل القرص إلى موافقة 0.73 ميجا باسكال، وأيضا هي ضمن القيم الطبيعية التي تتراوح من 0.38 حتى 1.3 ميجا باسكال. أيضا إزاحة رأسية كلية للفقرة الثالثة موافقة ل 1.2 مليمتر، وهي أيضا ضمن القيم النموذجية المذكورة في دراسات سابقة. يشير ذلك إلى إمكانية تطبيق النموذج المدروس لدراسات لاحقة وإجراء عملية الاستبدال. بعد إجراء الاستبدال، تم قياس مدى الحركة المذكور للنموذج الذي لدينا في المتضمن لكلا القرصين بروديك إلوا شريطين. نلاحظ أيضا أنه وجود تطابق كبير بين قيم النتائج لدينا مع القيم الدراسية السابقة متضمنة الحالة الطبيعية لحركة القسم القطني ضمن مدى قيم الانحراف المعياري. يلاحظ أيضا لدينا زيادة بعض قيم مدى الحركة عن القيمة المسموح بها، وذلك كونه لدينا قمنا باستئصال القرص بالكامل، أي لا يوجد هنالك قيود أولية لقطاع الحركة كما هو الحال عند الإبقاء على جزء من الأربطة أو الحلقة الليفية الجانبية للقرص الطبيعي. وهذا يشير إلى قدرة القرص على استعادة مدى الحركة لدينا. في تحليل الإجهادات الانفعالات إجهادات فون ميسز، تم ملاحظة أن قيم هذه الإجهادات في على القرص بروديسك تظهر على الحافة الأمامية. تظهر على الحافة الأمامية وفي منطقة القرص الشريطي على الحافة المحيطية لدى إجراء نلاحظ أن تجاوز قيمة إجهاد الخضوع للنتائج التي ظهرت معنا عن قيمة 21 ميجا باسكال، وهي قيمة إجهاد الخضوع للبولي إتلين فائق الوزن الجزيئي، وهذا يشير إلى أنه قدرة القرص الشريطي سوف يتشوه، أما في قرص بروديسك فسوف يحافظ على نفسه. في دراسة سلوك العظم لمكاملة النموذج، تم دراسة سلوك العظم في قيم إجهاد فون ميسز المركبة. تلاحظنا أن قيم إجهاد التي ظهرت لدينا هي أقل من الحد الأدنى لأي إجهاد خضوع، سواء لمادة العظام بشكل عام أو لمادة العظم القشري بشكل خاص، وهذا يعني أنه سوف لن يحدث لدينا تشوه على مادة العظام أو تحميل زائد على المفاصل السطحية الخلفية، وهذا يدل على تكامل دراستنا للنموذج. بعطي الكلمة الختام للدكتور أيهم. يعطيكم العافية. طبعا بعد ما قدمت مهندسة كاترين النتائج الخاصة بالسلوك والاستجابة للقرص الفقري، هو أنا بدي استفيد هيك من المؤتمر لوجه رسالة أنه عن دور الهندسة الطبية. كان لنا تجربة بمجال طب الأسنان مع دكتور خلدون بمجال إنتاج النماذج الحاسوبية. نحن كانت التحدي أنه كيف وصل لحتى اختبر واتأكد، أعمل virtual planning وأعمل اختبارات وأعمل تصنيع وأعمل زراعة. فهي منصة هلأ اليوم بدي استفيد من المؤتمر كمنصة عن دور الهندسة الطبية. نحن جاهزين بجامعة الأندلس وكمان بإشراف جامعة دمشق، نحن بالأصل يعني من طلاب جامعة دمشق ومنفتخر فيها. نحن من خلال المؤتمر عم نوجه رسالة لجراحين العصبية، نحن موجودين هون معكم. اللي حابب هيك عنده تشالنج وعنده حب المغامرة، نحن صار عنا خبرة تراكمية استخدمت بمجال طب الأسنان وعطيت نتائج كتير حلوة. عم نحاول
نساوي إسقاط باتجاه الجراحة العصبية لنطور أقراص فقرية قطنية بأيادي وخبرات وطنية، وإن شاء الله كل الشكر والاحترام والتوفيق. شكرا دكتورة إيهام، شكرا أستاذة كاترين، شكرا أستاذة ميساء، ألف شكر لكم. في معنا ممكن نأخذ سؤال سؤالين إذا حدا من الحضور. تفضل أستاذ علاء. دكتور علاء رحال، جامعة الأندلس. دكتور، هلا نحن عادة بالنمذجة والمحاكاة اللي عم نشتغلها أغلبية الأبحاث مثل ما نوه دكتور أيهم هي أبحاث قابلة للتطبيق، إن كان البحث للدكتور أيهم أو غير أبحاث، والأخص إنه صار في برامج عم تعطينا دقات عالية كتير كتير، بس لحد الآن أي طبيب نحن نناقشه مثلا إنه نحن مثلا عاملين هالبحث ومتأكدين من النتائج، هو بيقول لك شو ما كانت الدقة إنه نحن لا نثق بهذا العمل. يعني هلا مثلا البحث اللي انطرح هو قابل للتطبيق وببساطه، يعني حتى نفس المواد الاجنبيه اللي عم تجي بكون كفاءه اعلى، بس اي بحث نحن بنطرحه او بنعرضه على اي طبيب لحد الان عم نواجه مشكله انه غير مقبول، انه ما فيها المصداقيه او كذا، انه لازم يكون نموذج حيوي. هي نموذج ومحاكاه اكيد حاسوبيه رح تكون، البرامج اللي عم نستخدمها هي برامج عايزه الدقه وعم تعطي نتائج امكانيات عاليه جدا يعني. وبس نفس المشكلة عم أقول الدكتور أيهم إنه نوجه نحن دعوة للأطباء يثقوا بالموجود أو المحتوى لحد الآن متوفر، أو يكون في تعاون بين الأطباء أو والمهندسين لوصل لحد يقتنع بالفكرة. يعني أنا مثلا الإجهادات هون مدروس، يمكن أي حتى نحن ممكن نعمل عمل جراحي كامل حاسوبيا بدون ما نكون نحن نطبقه ونطبق على المريض على نفس الصور الخاصة بالمريض اللي بدنا نجربه عمل جراحي، بس لحد الآن في رفض من القطاع الصحي لهالموضوع هذا. فبتمنى مثل ما حكى الدكتور أيهم إنه يصير في تعامل بين القطاعين يعني. شكرا كثير. تفضل دكتور. مساء الخير، يعطيك العافية. الدكتور نافع عفاش، باحث بمركز الدراسات والبحوث العلمية. الحقيقة لفت نظري بالنسبة للديسك الصناعي المركب، فهو تصنيع محلي. سؤال ولا جاهز؟ هلا المادة الوسيطة المستخدمة هي البولي أميد، هي معروف طبعا انه مادة البولي أميد مادة غير حيوية، يعني ممكن تساوي تفاعل مع الجسم. انا برأيي بولي إيتيلين تماما، هي مادة غير حيوية. هلا ممكن استخدام في السيليكون ريبر، في السيليكون الهي ممكن استخدامها، وهي فيها مرونة اكثر، بتصور مناسبة اكثر لهذا الوضع. شكرا. هو حقيقةً نحن موجودين هون ليصير هيك إكسشينج، ليصير هالتبادل العلمي ما بين الخبرات، سواء مركز دراسات، سواء وزارة الصحة، سواء كلية الطب البشري، لحتى نوصل لحالة الملائم. شو هو الملائم أكثر لجسم الإنسان؟ لأنه هو النواة الأساسية بتحقيق الهدف. شكراً دكتور. بس بدك تواجهك فكرة الانضغاط، السيليكون ما عنده المقاومة الكافية للانضغاط، بس حبيت نوه لها القصة هيدي. هلا عنده مشكلة الانضغاط دكتور، وكونه بضمن هالمفصل موضوع أو الانضغاط هو العامل أو خلينا نقول البارامتر الأكثر أهمية، فهيك كان خيارنا باتجاه أوكي معناته أكيد منتشرف طبعا. هيدي فتحت لنا باب كتير. شكرا يعطيكم العافية، شكرا للجميع. شكرا شكرا للجميع، شكرا دكتور أيهام. شباب اللي بعده شو موجود؟